بسم الله الرحمن الرحيم، نتناول اليوم أحسن 10 مباني بالعالم بأفكارها التصميمية. بناية هوندر تفاسر في ألمانيا، وهي غابة لولبية بنيت في دار مشتات ألمانيا بين عامي 1998 و2000، ودار مشتات بتكليف المهندس لتصميم الهيكل، وهذا هو مجمع سكني مع 105 وحدة سكنية. كان هوندر تفاسر مهندس معماري نمساوي والرسام الشهير لتصاميمه المعمارية الملونة، الذي أكد على غير النظامية والأشكال العضوية مختلطة مع النزعة الفردية الخالصة. البيت الراقص مبنى براج في تشيك، وهو عبارة عن مبنى أشبه بشخصين يتراقصان على واجهة غريبة من نوعها في التشيك. قبة إنديرا غاندي السماوية في الهند. القبة السماوية تكشف العجائب لعلم الفلك. يتم استبعاد مسافات مذهلة من الفضاء الخارجي. هنا يمكن للمرء أن يلمس تقريبا النجوم. رحلة عبر إدغال النجوم، ونرى العديد من الأحداث السماوية الأخرى في غضون دقائق، التي تأخذ في الواقع أشهر أو سنة أو مليون سنة أن تحدث. البيت المعوج سوبوت في بولندا. هو مبنى على شكل غير منتظم في سوبوت بولندا في عام 2004، ومن حوالي 4000 مترا مربعا، وهو جزء من مركز تسوق لفندق دوم. البيت الجدار في جرونيجن في هولندا، وهو عبارة عن جدار مرتفع بارتفاع 3 طوابق، ويشمل على غرف متنوعة بأشكال عضوية وملونة بألوان الأحمر والبرتقالي والأزرق. قصر البارون إمبان في مصر. تحفة معمارية فريدة من نوعها، شيدها المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن 19 بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس. يقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في شارع العروبة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي. مبنى البيانو والكمان في الصين. هو بمثابة صالة عرض في مدينة هويانان الصين، والكمان شفاف يضم السلالم الكهربائية والدرج لبناء البيانو الرئيسي، الذي يعرض الخطط المختلفة وآفاق التنمية لمنطقة المطورة حديثا. بسبب شكله الفريد أصبحت مكانا سياحيا شهيرا. نزل مونتانا السحري في شيلي. تتمتع قارة أمريكا الجنوبية بطبيعة خلابة، لذلك فكر فيكتور بيترمان ببناء فندق فريد داخل إحدى غابات هذه القارة بشكل غريب. بيت المكعب روتندام في هولندا. هي مجموعة من المنازل المبتكرة التي بنيت في روتندام وهيلمونت في هولندا، وصممه المهندس المعماري بيت بلوم، واستنادا إلى مفهوم العيش باعتبارها السقف في المناطق الحضرية وارتفاع الكثافة السكانية مع مساحة كافية عن الأرض. بلوم أمال المكعب من البيوت التقليدية بزاوية 45 درجة حتى يكون بشكل صرح على شكل مكعبات بزاوية 45. بيت الأطباق الطائرة في تايبيه في تايوان، وهو عبارة عن 4 أطباق، 2 في الأعلى و2 في الأسفل، ويشبه الأفلام السحرية. شكرا وإلى لقاء آخر.